اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمنتخب كوت ديفوار او منتخب ساحل العاج، وايضا نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف في هذا المنتخب. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. وايه القناع اللي كان لابسينه لعيبه المنتخب وهم داخلين ده؟ حاجه غريبه جدا. ده قناع اسمه قناع شكل جديد وشكل غريب عمله منتخبنا الوطني النهارده. كويس يا سمير، يعني ده بعض اللقطات طبعا من دخول لاعبي منتخبنا الوطني الى الاستاد. سمعنا الصوت، سمعنا، خلي الناس تسمع ونرجع تاني. حاجة جميلة جدا او حاجة جديدة علينا جدا. هو ده قناع اسمه قناع سلفادور دالي. سلفادور دالي ده كان يمكن شخصية احد اغرب الشخصيات في تاريخ الفن، يعني كان مشهور بيجمع بين العبقرية والجنان. كان ده تعبير منهم عن اللهفة والشغف ان هم ان شاء الله هيحصدوا لقب البطولة. حاجة جديدة وتاليع جديد اول مرة نشوفه يعني، وان شاء الله يكون كده فاله حلو باذن الله ونحصل على اللقب باذن الله النهاردة، يعني تكون حاجة خير لمنتخب مصر باذن الله. تمام. قبل بس ما نتكلم عن الأرقام اللي موجودة مع حضرتك يا دكتور أحمد، خلينا نروح للتشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني الأولمبي لهذه المباراة، ونفس التشكيل الذي بدأ المباراة السابقة. في حراسة المرمى محمد صبحي، ناحية اليمين كريم العراقي، ناحية الشمال أحمد فتوح، ثلاثة في قلوب دفاع أحمد رمضان بكم، محمد عبد السلام، أسامة جلال. أما في خط الوسط أكرم توفيق، وبجانبه عمار حمدي، ثم ناحية اليمين هيكون عبد الرحمن مجدي، وناحية الشمال رمضان صبحي كابتن وقائد منتخبنا الوطني الأولمبي، وفي الأمام نجم منتخبنا الوطني الأولمبي مصطفى محمد كرأس حربة وحيد في هذه المباراة. نفس التشكيلة اللي بدأت في المباراة السابقة. أعتقد كان متوقع دكتور أحمد هذه التشكيلة. التشكيل متوقع، ودايما بإذن الله يعني الفريق البطل هو اللي بيتغير، يعني بيحصل له مثلا بيبدأ بأول تشكيلة في البطولة مباراة الافتتاح، يحصل بعض التغييرات، بعد كده يوصل للتشكيلة المثالية في آخر البطولة. وده اللي حصل مع كابتن شوقي غريب، وصل للتشكيل المثالي في المباراة الثالثة، بعد كده بدخول طبعا لعيب زي عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي، ودخول أحمد رمضان بيكهام، وتثبيت عمار حمدي في وسط الملعب جنب أكرم توفيق، مع وجود مصطفى محمد ورمضان وعبد الرحمن مجدي كثلاثة قدام. فالتشكيل التشكيل ده يعني وصل للتشكيل النموذجي في آخر البطولة. فده إن شاء الله تكون ملامح شخصية البطل موجودة بإذن الله لمنتخب مصر. يمكن لو بصينا على ارقام منتخب مصر وارقام كوت ديفوار، طيب خلينا نبدا الاول، عندك ارقام بشكل عام وبعد كده الاثنين المدربين، اثنين مديرين فنيين، سواء الكابتن شوقي غريب مدير الفني لمنتخبنا الوطني او سواليهو هيداره المدير الفني لمنتخب جنوب منتخب الاثنين طبعا لعبوا اربع مباريات. كابتن شوقي غريب كسب الاربع مباريات، ما تعادلش ولا مباراه، ما خسرش ولا مباراه. هيدارة كسب مباراتين، اتعادل مباراة اللي هي انتهت بركلات الترجيح وصعد للنهاية من خلالها، وخسر مباراة. نسبة الفوز عند منتخب مصر 100%، نسبة الفوز عند منتخب كوت ديفوار 50%. احنا هجومنا اقوى، 9 أهداف في 4 مباريات بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة، يعني اكتر من هدفين في المباراة الواحدة. ايوه. منتخب كوت ديفوار مسجل 4 أهداف في 4 مباريات بمعدل هدف واحد بس في المباراة. بالنسبه للدفاع الاثنين متساويين، دخل شباكنا 3 أهداف وهم 3 أهداف. برضه حافظنا على نظافه الشباك، الكلين شيت 2 هنا و2 هنا. اذا على المستوى الدفاعي الفرقتين عندهم نفس القدرات الدفاعيه، على المستوى الهجومي مصر بتتفوق، ودي الارقام اللي بتقول كده. برضه كابتن شوقي غريب بيتفوق على هيداره ان هو فاز بال4 مباريات في البطوله، عكس هيداره فاز مباراتين، نسبه الفوز عنده 50% بس. تمام، خلينا بقى نروح للتشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج. يمكن كوت ديفوار تشكيلهم برضو ده التشكيل الثابت على مدار البطولة. يمكن حصل عندهم إصابة واحدة بس، اللي هي كريستيان كوافي مهاجم جنوة، اللي هو قيمته التسويه 22 مليون يورو، وده كان اغلى لاعب في البطولة. فلما اتصاب بدا يعتمد على المهاجم يوسف داو اللي قدامنا على الصورة، اللي هو مهاجم اسبارتا براج التشيكي، وبيجي من تحته. يمكن لو بصينا على التشكيلة في حراسة المرمى تابيه ده بيلعب في اف سي بيدرو الايفواري،
الاثنين المساكين دابيلا رقم 3، وده نعمل عليه دايره كبيره اللي هو رقم 3، نركز عليه. طوله 183 سنتي، هو اغلى مدافع في البطوله، بيلعب في سيركل بروج، قيمته التسويقيه واصله الى 2,070,000 يورو، اللي هو رقم 3، يعتبر احسن مدافع في البطوله هو واسامه جلال. هما الاثنين اعتقد ان المنافسه هتكون ما بينهم على الجائزه. أيوه. اسماعيل ديالو رقم 17 بيلعب في اجاكسيو الفرنسي، وطارة الباك اليمين بيلعب في البرتغال، برضو الباك ليفت بتاعهم جناكا ده تاني دايره كده نحط عليه دايره رقم 15، محترف في بلجيكا يوبن البلجيكي، قيمته التسويقيه 1,080,000 يورو، وده تاني دايره كده ان هو بينافس احمد ابو الفتوح على افضل ظهير ايسر في البطوله. الاثنين عندهم 2 اسيست، وبل بيتفوق جناكا ان هو مسجل هدف كمان، يعني هو مساهم في 3 اهداف. للثلاثة الارتكاز ابو بكر كيتا بيلعب في الدرجه الثانيه في بلجيكا رقم 14، كوفي داكوي بيلعب في المكسيك، لازاري اماني بيلعب في بلجيكا برضو، يعني الجبهه الشمال كلها اغلبها في بلجيكا. الثلاثه اللي قدام شيخ تيميتي بيلعب في نادي باريس، معار من نادي اميان الفرنسي اللي هو رقم 7، ورقم 8 دي نحط عليه الدايره رقم 3 اللي احنا قلنا الدايره الاولانيه على المدافع دابيلا اللي هو رقم 3، الدايره الثانيه على جناكا، الدايره الثالثه على حامد جونيور تراوري، ده بيلعب في ساسولو في الدوري الايطالي، واحد من اهم اللعيبه في منتخب كوت ديفوار اللي هو رقم 8، لعب الموسم ده 10 مباريات في الدوري الايطالي، مسجل هدف وصنع هدف. هو معار من نادي ايموبيلي لنادي ساسولو الايطالي. نيجي بقى للمهاجم، وده قصه وحكايه لوحده، رقم 9. رقم 9 ده مفاجاه البطوله لكوت ديفوار اللي هو المهاجم، لان هو كانوا بيعتمدوا على كريستيان كوامي مهاجم جنوا اللي هو الاخطر مهاجم واغلى لاعب في البطوله، لما اتصاب دخل يوسف ده، وده كان المفاجاه، واحد من اهم المفاتيح. اذا 4 نقاط قوه هنتكلم فيهم على منتخب كوت ديفوار: المدافع رقم 3، الباك ليفت رقم 15، حامد جونيور تراوري رقم 8 اللي هو بيلعب في ساسولو، ورقم 9 المهاجم. اول واحد هنبدا بيه اللي هو يوسف داو. يوسف داو اللي هو المهاجم ده، لو بصينا في مقارنه ما بينه وما بين مصطفى محمد، ايوه ده احنا قلنا كوامي اتصاب، مهاجم جنوا الايطالي لما يدخل مكانه مهاجم اكيد مش اقل منه، اقل منه لان التاني بيلعب، لكن يوسف داو كان مفاجأة، يعني ان هو يكون من المفترض يعني. لكن يوسف داو بصراحه فاجئنا في البطوله، هو اللي جاب لهم الهدفين في غانا، وواضح ان هو مميز جدا جدا بتحركاته. نبص على القيمه التسويقيه قبل البطوله، بيلعب طبعا في سبارتا براغ بالتشيكي، مصطفى محمد في نادي الزمالك، قيمته التسويقيه 180,000 يورو بس، فاعتقد ان هو بعد البطوله هيعلى عن كده بكتير. برضو مصطفى محمد 540,000 يورو. مصطفى محمد لعب 4 مشاركات ب 342 دقيقه، مسجل 4 اهداف، هو هداف البطوله، عنده 21 سنه. برضو يوسف داو رقم 9 عنده 21 سنه، لعب 4 مشاركات مش كلهم اساسي ب 389 دقيقه، احرز هدفين. يبقى اول نقطه قوه في منتخب كوت ديفوار المهاجم. هنشوف بالصور ازاي المهاجم ده تحركاته بيعرف يسرق المدافعين، ازاي مهاجم خطير جدا 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 اللي هو يوسف داو اللي هو المهاجم رقم 9 في منتخب كوت ديفوار. ايوه لو بصينا على الصوره الاولانيه، بص حضرتك هنا هتلاقي ده رقم 9، ده يوسف داو، في والكره هتتلعب له هنا من حامد جونيور تراوري، هنلاقي ان المهاجم ما بيكسر او ايه ما بيتحركش التحرك الطولي، لانه لو اتحرك تحرك طولي هيقع في مصيده التسلل. ده ذكاء مهاجم، يعني ده لعيب افريقي بيدل بتعرف ازاي ان المهاجم ده بيتحرك بشكل مثالي. نبص على الصوره اللي قدامنا هنلاقي ان المهاجم اتحرك بالعرض، بالعرض اللي هي الصوره اللي تحت، هنلاقي ان المهاجم لما يتحرك بالعرض اذا ان ده مهاجم ذكي، مش عايز يقع في ايه في مصيده التسلل، وبالتالي اتحرك عرضي بعد كده طولي عشان الكره تكون وصلت له من حامد تراوري، وبالتالي ده كان الهدف الاول في شباك منتخب غانا. أيوة. لصالح كوت ديفوار، وبالتالي مهاجم مميز جدا جدا في تحركاته، بيعرف ازاي يكسر مصيده التسلل، يعرف ازاي يسرق المدافعين، واقف لوحده وسط 5 زي ما احنا شايفين قدامنا على الصوره، وضحك عليهم وكسر مصيده التسلل. ده المهاجم يوسف تراوري. اللقطه اللي بعد كده عندنا لقطه كيفيه التحرك على القائم القريب لاستقبال كره القدم او الكره العرضيه. ده دليل برضو ان المهاجم ازاي المهاجم يوسف داوده بيعرف يتحرك على القائم القريب، زي ما قلنا ميزته في تحركاته. مهاجم كان مفاجاه، مهاجم ان انت يتصاب عندك اهم مهاجم عندك كوامي اللي هو مهاجم جنوا، يطلع مهاجم بيلعب في سبارتا براج التشيكي يكسر الدنيا بالشكل ده، لا مهاجم محترم. نبص بقى على حاجتين، الكره هتتلعب له على من بعيد خالص، هو واقف على القائم البعيد اصلا، هيضحك على المدافع، بعد كده يقوم قاطع على القائم القريب. مهاجم مميز كمان بالقطع على القائم القريب زي ما شفنا في الهدف الثاني اللي قدام اللي جه في الشباك غانا، وبالتالي المهاجم ده جاب لهم جونين غير الاهداف اللي ضاعت بفضل تحركاته. طب مين اللي رافع له الكره دي؟
اللي رافع له الكره دي الباك ليفت اللي احنا قلنا عليه تاني نقطه قوه. تاني نقطه قوه عند منتخب كوت ديفوار اللي هو جناكا اللي هو بيلعب فين؟ في ظهير ايسر يوبن البلجيكي. ايوه اللي هو رقم 15 في الفرقه. يبقى اذا طيب. ده بما اننا بنتكلم عن جناكا خلينا نروح لمقارنه ما بين احمد ابو الفتوح وجناكا ظهير ايسر منتخب كوت ديفوار وظهير ايسر منتخبنا الوطني. هو في منافسه ما بينهم على الاكثر اسيست في البطوله، لو واحد النهارده فيهم عمل اسيست هو اللي هيتفوق، هو اللي هياخد الاكثر اسيست في البطوله. جناكا قيمته التسويقيه 1,080,000 يورو، قيمه احمد ابو الفتوح التسويقيه 270,000 يورو، ورقم اللاعب طبعا جناكا 15، ابو الفتوح بيلبس رقم 20، السن 20 سنه هنا و21 سنه لابو الفتوح، بيلعب في سموحه يوبن البلجيكي لنادي لجناكا، لعب اربع مشاركات ب 390 دقيقه، طبعا هو زياده على ابو الفتوح ال 30 دقيقه اللي لعب فيهم الاشواط الاضافيه. احرز هدف وصنع هدفين من خلال ارسال عرضيات، اذا مساهم في كام هدف؟ في 3 اهداف. اكتر لاعب في كوت ديفوار مساهم في اهداف هو جناكا اللي هو الباك ليفت اللي هو الظهير الايسر لمنتخب كوت ديفوار. الناحيه الثانيه ابو الفتوح صنع هدفين من خلال ارسال عرضيات وتسبب في ركله جزاء اللي هي في المباراه اللي فاتت، فيعتبر برضه هو كمان مساهم في 3 اهداف، ولكن المنافسه ما بينهم النهارده على الاكثر اسيست، اللي هيعمل اسيست فيهم هو اللي هيحصل على لقب الاكثر اسيست في البطوله. ايوه اللي هو ما بين جناكا وما بين احمد ابو الفتوح. واعتقد طيب. ان النهارده في كشافين موجودين من نادي نيوكاسل الانجليزي، في اكتر من كشافين مبعوتين هيتابعوا اكتر من لاعب يعني. فالمباراه النهارده برضو بتمثل تسويق لاكتر من لاعب موجود. هي دايما البطوله تحت 23 سنه بتمثل ماركت او تسويق كبير قوي لكل اللاعبين الافارقه، لانهم بيختاروا دائما اللاعبين الصغيرين في السن. طبعا لما يعني بطوله زي دي تحت ضغط جماهيري بوجود 70 او 80 الف النهارده متفرج، واللاعب ده يتالق، دليل ان اللاعب ده لسه سنه صغير، لما تاخده اوروبا في السن ده اعتقد ان تقدر ان انت تكون له شخصيته وتطوره بدنيا وتطوره تكتيكيا، هيفرق جدا مع الانديه الاوروبيه اللي عندهم سكاوتنج محترم. طيب احنا بنتكلم عن برضو الدايره الاولى كانت عن المدافع. ديبلا وأسامة جلال، خلينا نعقد مقارنة ما بين الاثنين. يمكن الاثنين دول أحسن من وجهة نظري بصراحة وبالأرقام برضو أحسن اثنين مدافعين في البطولة. أسامة جلال مدافع منتخب مصر ودبيلة مدافع منتخب كوت ديفوار. دبيلة بيلعب في سيركل بلوج البلجيكي وهو أصلا أغلى لاعب فيه، أغلى مدافع في البطولة، اللي هو قيمته التسويقية 2,070,000 يورو اللي هو قدامنا على الشاشة اللي هو ناحية الشمال. أسامة جلال على اليمين مدافع نادي إنبي، قيمته التسويقيه 135,000 يورو. الاثنين لعبوا اربع مباريات، اسامه جلال طبعا ما سجلش. دبيله ليه برضو واحد من نقاط القوه؟ هو على المستوى الدفاعي هو مدافع قوي جدا بدنيا، وعلى المستوى الهجومي مميز جدا في ضربات الراس، سواء الضربات الركنيه جاب منها هدف او الضربات الثابته، يعني هنلاقي ان المدافع رقم اللي هو رقم في التشكيله رقم 3 دبيله نركز معاه، هو مدافع مميز جدا بضربات الراس، بيلعب في سيركل بروج البلجيكي، واحد من اهم اللعيبه، يمكن الشباك النظيفه الاثنين متساويين، والناحيه الثانيه برضو اسامه جلال يعتبر الاثنين مقارنه ما بين افضل من وجهه نظري افضل اثنين مدافعين في البطوله، سواء دبيله اللي هو مدافع سيركل بلوج او اسامه جلال مدافع نادي انبي المصري. طيب اخر المقارنات هتبقى ما بين رمضان صبحي وحامد تراوري، نقاط القوه اللي موجوده. ده رقم 4 في نقاط القوه، احنا قلنا المهاجم وقلنا المدافع وقلنا الباك ليفت، ده حامد تراوري بيلعب في ساسولو، اغلى لاعب في الفرقه في التشكيله على ارض الملعب هنا حامد تراوري، واغلى لاعب في التشكيله المصريه رمضان صبحي في القيمه التسويقيه. حامد تراوري قيمته التسويقيه 12,060,000 يورو، بيلعب في ساسولو في الدوري الايطالي. رمضان صبحي 4,050,000 يورو، رقم اللاعب هنا 10 هنا 8، رمضان صبحي 22 سنة، حامد تراوري 19 سنة، لعب في البطولة 3 مشاركات، صنع هدف واحد بس، رمضان عنده هدفين وعنده أسيست في 4 مشاركات، في الدوري الموسم ده حامد تراوري لعب 10 مباريات في الدوري الإيطالي، مسجل هدف وصنع هدف، لكن رمضان لعب 3 مباريات في الدوري المصري، مسجل 3 أهداف وصنع هدف، فدي مقارنة ما بين أغلى لاعب هنا وأغلى لاعب هنا من ناحية القيمة التسويقية الموجودة في التشكيلة اللي على أرض الملعب. لأن طبعا في كوامي هو أغلى لاعب في البطولة، هو مش موجود مهاجم جنوى الإيطالي نتيجة الإصابة. طيب أهم بقى نقاط الضعف الواضحة واللي موجودة في منتخب كوت ديفوار، زي ما قلنا معايا اصل جنوب افريقيا مش عارف ليه بس ماشي خير ان شاء الله نكسب باذن الله. دي يمكن هو ابرز نقاط الضعف عندهم، زي ما قلنا جناكا اللي هو الباك ليفت، الباك ليفت مميز جدا على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي
ما بيحصلوش مساندة دفاعية قوية، وبالتالي بيبقى دايما بمفرده قدام اللعيبة المنافسين التانيين، فما بنلاقيش مساندة. يعني حامد تراوري ده اصلا اللي هو اللي بيلعب جناح ايسر، هو اصلا صنع العاب في ساسولو في الدوري الايطالي، وبتوظفه بيوظفه هو جناح شمال، زي مثلا لما تجيب محمد مجدي قفشه وتوظفه كجناح بدل ما هو بيلعب صانع العاب. أيوة. وبالتالي ما بيحصلش، ما بيقومش بالدور الدفاعي الجيد، فبيبقى جناكا لوحده ناحيه الباك ليفت اللي هو ناحيه ايه، ناحيه عبد الرحمن مجدي. عشان كده النهارده عبد الرحمن مجدي وكريم العراقي عليهم دور مهم جدا في استغلال الجبهه الضعيفه عند منتخب كوت ديفوار. يقدر عبد الرحمن مجدي يقطع لجوه ويشوط زي ما بيعمل ميستو في التسديدات، ويقدر كريم العراقي ينطلق ويعمل العرضيات لمصطفى محمد ولرمضان صبحي. لو بصينا على الصوره الاولى معانا هنلاقي ده الهدف الاول اللي جه في منتخب كوت ديفوار قدام غانا. بص هنلاقي ان اللعيب اللي عليه الدايره فوق ده اللي هو رقم 10 هو لاعب منتخب غانا. أيوة. هنلاقيه واقف لوحده خالص، مفيش رقابه. وبص حضرتك حامد تراوري اللي واقف على الدايره، يعني وبالتالي لو خد خطوتين لجوه يعني هو مكسل يرجع. اصل ليه؟ لان هو اصلا مش جناح، مش وينج، هو صانع العاب اللي هو حامد تراوري، يعني مش طريقه لعبه. وبالتالي ما عندوش القدرات الدفاعيه المسانده الدفاعيه اللي هي زي موجوده مثلا في الاجنحه اللي موجوده زي رمضان صبحي مثلا بيقدر يساند، وزي عبد الرحمن مجدي مثلا. وبالتالي حامد تراوري لما ما رجعش تسبب في هدف، اتلعبت عرضيه وجت هدف من خلال الثغره، جناكا بيبقى لوحده. نقدر نقول ان هو ما نحملوش المسؤوليه بمفرده. ليه؟ لان ما فيش مسانده دفاعيه بالشكل ده. لما لعيب يكون واقف لوحده في وسط 10 مدافعين او وسط 1 2 3 4 5 6 7 مدافعين من منتخب كوت ديفوار، ويايبوا مهاجم منتخب غانا واقف لوحده، فده دليل ان هم عندهم ثغره. هي عامه الافارقه عندهم مشكله في التمركز، ولكن تحديدا في الجبهه دي عند منتخب كوت ديفوار نقدر ان احنا نستغلها، جبهه عبد الرحمن مجدي وجبهه كريم العراقي. الصوره اللي بعدها برده الهدف الثاني، برضو الهدف جه من خلال الظهير الايسر اللي هو جناكا. زي ما قلنا ان هو مميز هجوميا، ولكن هل الراجل هيعالج المشكله دي النهارده المدرب بتاع كوت ديفوار ان هو يحط مثلا حامد تراوري يدخله في العمق ويلعب بوينج قدامه اللي هو دومبيا؟ عندهم لعيب اسمه دومبيا بيبقى موجود في الاحتياطي دايما، هل يبدا بيه عشان يعالج المشكله دي ويحط حامد تراوري في عمق الملعب؟ اعتقد ممكن، خاصه بعد الهدفين اللي احنا شفناهم. يعني بالهدفين بص حضرتك الهدف ده برضو من ناحيه الجبهه نفس اللعبه بالظبط، 1 2 3 4 والهدف جه نفس الكوره برضو واقف لوحده. وبالتالي عندهم مشكله في الجبهه اليسرى، هل هيعالجها؟ نتمنى لا طبعا ان هو ما يعالجهاش، نتمنى ان احنا نستغل المشكله الموجوده، ودي اهم نقطه ضعف موجوده في كوت ديفوار اللي هي الجبهه اليسرى تحديدا، اللي هي اللي يقدر يستغلها كريم العراقي، يقدر يستغلها عبد الرحمن مجدي. تمام، اذا دي اهم نقاط القوه والضعف في منتخب كوت ديفوار. نتمنى يا رب ان شاء الله ان منتخبنا يستطيع ان يفوز في مباراه اليوم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه، واهم الارقام والاحصاءات. شكرا وبالتوفيق باذن الله لمنتخب مصر باذن الله. بشكر دكتور احمد ثابت، شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، لتحليل أو ساعة ما قبل مباراة النادي أو منتخبنا الوطني ضد منتخب جنوب إفريقيا. هطلع فاصل، وبعد الفاصل نجومنا الكبار.